الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره. تفضل علينا بالنعم الكثيرة ومدنا بالفضائل الغزيرة، نحمده ونشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد أحد بحق سواه، ولا يجوز أن يدعى أحد غيره. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يطاع ويصدق، ولا يعبد الله إلا بما جاء به، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا فيما مضى أحوال الإنسان حينما ذكر أن هذا الإنسان يقبل على الله في وقت الشدة ويعرض في وقت الرخاء، فجاء بشاهد على ذلك، ألا وهو حال الناس عند ركوب الأخطار وجريانهم في البحار، وكيف أنهم إذا جاءتهم الشدة عادوا إلى الله، فإذا زالت وأمنوا ما كان منهم إلا أن توجهت قلوبهم إلى غير الله. فلعلنا نستمع آيات في ذلك، فليقرأ القارئ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يذكر الله جل وعلا عن نعمته على الإنسان حيث مكن له الأرض يسير فيها بالمراكب البرية وعلى الحيوانات التي تنقله من مكان إلى مكان بعيد، وهكذا يجعله يتنقل في البحر بالمراكب البحرية. وفي زمننا الحاضر هيأ الله جل وعلا للخلق المراكب الجوية، فهذه نعم من نعم الله عز وجل على الخلق، يجعل أسفارهم في هذه المجالات سهلة يسيرة. وحينئذ ذكرهم بحال، مع أن الله جل وعلا هو الذي هيأ لهم ما في الكون، إلا أنهم لا يستشعرون نعمة الله بذلك، وبالتالي تجدهم يعبدون غيره ذلا وخضوعا وطلب حوائج، فيغفلون عن الله جل وعلا. فذكرهم بحوادث تقع لهم يقاسون فيها الشدة، ويكون من شأنهم أن يخافوا على أنفسهم، فحينئذ يعودون إلى الله وحده ولا يسألون أحدا سواه. قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تدعو الله، ففي حال الضراء لا يسألون إلا رب العالمين. ولذا إذا كانوا في الفلك، وهي السفن الضخمة لأنها تدور على الكون، وجرين بهم أي سارت هذه السفن بريح طيبة، لأنهم في الزمان الأول كانوا يعتمدون على الرياح في إجراء السفن من خلال الأشرعة التي يضعونها على هذه السفن. وحينئذ أصبحت السفينة تسير بهم
سيرا رافقا هادئا نحو الجهة التي يريدونها، ومن ثم تجدهم فرحين مستبشرين هانئة نفوسهم بذلك. فبينما هم كذلك في لحظة واحدة يقلب الله الحال عليهم، فيوجه الرياح الشديدة، يوجه الريح العاصف التي تكون سببا من أسباب تخوفهم على أنفسهم. فيها عواصف شديدة، رياح تقلب ما يكون أمامها، وحينئذ تحرك هذه الريح مياه البحار لتكون أمواجا ضخمة. وإذا نظروا لأنفسهم فإذا بالأمواج تأتيهم من كل جانب، وإذا الريح تعصف بهم، يحتاجون إلى أن ينزلوا أشرعتهم وإلى أن يحتاطوا لأنفسهم من الغرق. وفي ذلك المكان ظنوا وغلب على اعتقاداتهم أنهم هالكون لا محالة، وأن العذاب قد جاءهم من كل جانب، وأنه محيط بهم، فبالتالي تنقطع آمالهم ويوقفون رجاءهم على رب العزة والجلال، فلا يلتفتون إلى معبوداتهم، أصنامهم التي كانوا يعبدونها ويذلون لها لا يلتفتون لها. ومن يعبدون من المخلوقات سواء من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم لا يلتفتون إليهم، وإنما يخلصون الدعاء لله جل وعلا. فقوله دعوا الله أي كان دعاؤهم منحصرا في دعاء رب العزة والجلال، مخلصين أي لا يشوبه شائبة شرك لأحد من الخلق كائنا من كان، فهم قد أخلصوا لله الدين في موقف الشدة. وكان من خطابهم تقديم العهود على أن يستمروا على التوحيد وأن لا يلتفتوا إلى أحد سواه، ويعاهدون الله بقولهم لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي إذا لم يكن منا هلاك وكان لنا النجاة من هذه الريح الشديدة، فحينئذ سنشكر الله أن نجانا، وفنعترف بأن هذه النجاة منه ونتحدث بها بألسنتنا. هكذا زعموا، لكنهم لما نجوا من هذا الواقع المرير الذي كان يخشى عليهم فيه من الهلاك، توسعت إراداتهم في الدنيا وغفلوا عن الآخرة. ولذا قال فلما أنجاهم، أي أبعد عنهم الريح الشديدة العاصفة ونجت سفينتهم من الغرق، ولم يكن منهم في ذلك الموطن هلاك. حينئذ نسوا ما عاهدوا الله عليه من شكره على نعمه، وإذا بهم يبغون في الأرض، أي يتجاوزون حقوقهم ويظلمون عباد الله ويتوجهون بالدعاء لغير الله بغير حق، أي بغير دليل وبغير مستند يستندون إليه. فخاطبهم الله جل وعلا تحذيرا لهم من هذا البغي الشنيع، فقال يا أيها الناس، يا هؤلاء الخلق الذين دعوتم الله في حال الضراء وأفردتم العبادة له في ذلك الموطن، احذروا
فإنما بغيكم على أنفسكم، أي تجاوزكم للحد وعصيانكم بعد نجاتكم، لا يعود ضرره على الله، فالله غني عن الخلق، وإنما المتضرر بذلك أنتم يا أيها الباغون العاصون. ثم اعلموا أن بغيكم محدد بأجل يسير، وهو في هذه الدنيا التي لا تعيشون فيها إلا سنوات قلائل، ثم تنتقلون عنها، فإن ما تأخذونه من مطلوبكم الدنيوي متاع يسير، وبالتالي لا يصح لكم أن تزاحموا به المقاصد الأخروية، فإنكم عما قريب ستنتقلون عن هذه الحياة إلى الدار الآخرة. ولذا قال: ثم إلينا مرجعكم، أن يعود العباد إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم، وحينئذ ينبئهم الله، أن يخبرهم ويعلمهم بما كانوا يفعلونه من أنواع المخالفات شركا وكبيرة وذنبا. ثم بين لهم رب العزة والجلال القيمة الحقيقية للدنيا التي قدموها على الآخرة بمثل واضح يكونون به مستوعبين لحقيقة الدنيا، فقال جل وعلا: إنما للحصر، يعني لا مفهوم للدنيا غير ما يأتي، إنما مثل الحياة الدنيا في قيمتها كماء أنزلناه من السماء، مطر نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، أي نبتت الأرض بزروع وثمار وأعشاب مختلفة بألوان متعددة، هذا أصفر وذاك أحمر وهذا أخضر وهذا أزرق وذا أبيض إلى غير ذلك من الألوان التي ينبتها المطر في الأرض. ولذا اختلط بهذا المطر نبات الأرض، سواء كان مما يزرعه الناس أو مما ينبت في البراري، وبعضه يأكله الناس كالثمار والحبوب، وبعضها الآخر يأكلها البهائم. حينئذ تزينت الأرض وأصبحت الأرض بفضل الله بعد إنزال المطر ذات ألوان مختلفة، ونبت فيها من الورود وأزهار والأزهار المختلفة الألوان ما يجعلها بهجة للنفوس وطمأنينة فيها. فحينئذ أخذت الأرض زخرفها وأصبحت على أكمل زينتها، فلون ألوان بديعة ونبات أخضر حي يتحرك بالهواء، فحينئذ أصبحت تصل إلى درجة عالية، حينئذ في لحظة واحدة يقلب الله حالها ويغيرها. ولذا قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي أصبحت بهيجة بألوانها المختلفة، وزينت، يعني أن الأرض أصبحت ذات زينة عالية، وحينئذ ظن أهلها، أي من كان في تلك المواطن، جاءهم اعتقاد فاسد بأن هذه الحياة ستبقى وأنه لا يوجد دار آخرة، وبالتالي عاب الله جل وعلا عليهم ذلك،
فإنه لما ظن أهل الأرض أنهم قادرون على الأرض حينئذ أتى أمر الله على تلك الأرض سواء في ليل أو في نهار، وأمر الله بهلاك تلك الأرض. قال: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، بعد أن كانت أشجارا سامقة وكانت نخيلا عالية وكان فيها من أنواع الثمار الشيء الكثير، يرسل الله جل وعلا عليها بعض تقاديره فيقلبها لتكون حصيدا خامدا ليس منها شيء. وحينئذ يخاف الإنسان من الله في لحظات غفلاته، ولو كان عنده من أمور الآخرة الشيء الكثير، فهلاك العقوبة يصل الإنسان متى غلب الشر والفساد على الأرض. ثم قال جل وعلا: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. الزرع إذا حصد لا يبقى منه شيء إلا رؤوس أشجاره ثم تندثر بعد ذلك. فهكذا الدنيا إذا أراد الله زوالها أصبحت حصيدا ليس فيها شيء من مقومات الحياة، كأن لم تغن بالأمس، يعني ما جاءها من الربيع والنبات كأنه لم يحصل فيها. وحينئذ على الإنسان أن يتفكر في حقيقة هذه الدنيا وأن يسعى إلى استعمالها فيما خلق الإنسان فيها من أجله. ثم قال: كذلك نفصل، أي نوضح ونبين الآيات، أي الدلائل والبراهين لقوم يتفكرون. فمن كان عنده فكر سيستمع المقالة وينتفع بها بخلاف غيره. ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام، أي أن الله جل وعلا يريد للعباد النجاة إرادة شرعية، ولذا أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لينقادوا إلى أنبياء الله فيكونون من أهل الجنان. وحينئذ يكون هذا من أسباب ابتعاد السوء والشر عنهم. قال: والله يدعو إلى دار السلام، أي أنه جل وعلا يرغب الناس في أن يكونوا من أهل الجنة. وسميت الجنة دار السلام لأنها سالمة من المعائب والنقائص والحوادث وكل ما يكدر على الإنسان صفو حياته. وكذلك الله يهدي، أي يرشد ويدل من شاء إلى صراط مستقيم، إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق الحق في عبودية الله جل وعلا. ثم قال: للذين أحسنوا، أي من كان في الدنيا محسنا في عبادة الله بأن لا يعبد أحدا سواه، ومحسنا إلى عباد الله بأن يتفقد حوائجهم ويقوم معهم فيما استطاعه من ذلك، فهؤلاء سيكون لهم الحسنى، أي جنان الخلد يوم القيامة، وسيكون لهم أيضا زيادة، وهي رؤية وجه رب العزة والجلال في يوم المعاد كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أحسنوا لا يرهق وجوههم قتر، أي لا يغطي وجوههم الظلمة التي تكون سادة للأفق، ولا يكون لهم ذلة بضعف ومهانة
وترك اعتزاز الإنسان بنفسه. فهؤلاء الذين أحسنوا جعلهم الله أصحاب الجنة لأنهم يقيمون فيها الإقامة الدائمة، هم فيها خالدون أي يبقون في الجنة أبد الآباد لا ينقطع نعيمهم. وفي مقابل هذا الصنف صنف آخر كسبوا السيئات أي أقدموا على المعاصي والذنوب وخالفوا أمر الله جل وعلا، ومن هنا فعلوا أفعالا تسوهم، فكان من الجزاء في حقهم أن يجازيهم الله عن كل سيئة وعمل سيء في الدنيا بمثلها في الدنيا. ولذا قال: والذين كسبوا السيئات أي عملوها وأقدموا عليها جزاء سيئات بمثلها، فالله يجازي العباد بالجزاء العادل. وقال: وترهقهم ذلة أي يكون عندهم صغار واحتقار لأنفسهم بسبب ما واجهوه من قدر الله الجاري عليهم. قال: كأنما أغشيت أي غطي ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم أي لا يحميهم أحد من الله كائنا من كان. قال: كأنما أغشيت أي حالهم في تلك الموطن بمثابة أولئك الأشخاص الذين غطيت وجوههم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل أي أصبح وجهه أسود لا بياض فيه كأنه قطعة من الليل مظلمة أي ليس فيه أي أنوار تكشف وجه هذا الرجل. ولذا قال: والذين كسبوا السيئة جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم أي لن يتمكن أحد أن يحميهم من الله مهما كان عنده من إمكانات. ثم قال: أولئك أي من كان هذا شأنه بكسب السيئات فإنهم أصحاب النار أي الداخلون إلى نار جهنم والماكثون فيها، هم فيها خالدون لا يخرجون من نار جهنم. ثم ذكر بشيء مما يقع في يوم القيامة فقال: ويوم نحشرهم جميعا أي نجمع الناس للمحشر في أول الشام كلهم في صعيد واحد، وحينئذ يقال لمن كان يعبد أحدا من دون الله: أين من تعبده؟ هل حماك؟ ويقال لمن عبد: هل رضيت بعبادته لك؟ وقال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أي لا تتجاوزوا المحل الذي أنتم فيه أنتم وشركاؤكم. وقال: فزيّلنا بينهم أي فرقنا بين التابع والمتبوع في هذا الباب. ولذا قال: وقال شركاؤهم أي أن المعبودات جحدتهم ولم تعترف بأنهم يعبدونها. وقال شركاؤهم أي من يشركون الله أي يشركون بهم في الله جل وعلا. وقال: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم أي فرقنا بين الأنواع السابقة أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها والذين هم فيها
خالدون. ثم ذكر بشيء في المحشر فقال: ويوم نحشرهم جميعا، أي نحضر بني آدم من قبورهم ليكونوا في موطن واحد في مقام واحد. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، يسأل ذريته الذين صرفوا العبادة لغير الله: مكانكم، أي انتظروا في المكان الذي أنتم فيه. التوجه، فالخطاب موجه إلى الأتباع وهم العابدون والمتبوعين وهم المتبعون والمبعدون له في هذا الباب، وبالتالي يجتمعون في ذلك الموقف. ويقال: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، أي لا تتقدموا عن هذا المكان، أنتم ومن شارككم في عبودية الله جل وعلا. قال: فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم. وقال: شركاؤهم، أي أن الشركاء جحدوهم ولم يعترفوا بعبادتهم، وحينئذ قالوا: الله شهيد، فهو مطلع علينا، عالم بأحوالنا. لماذا جحدوا؟ لأن الشرك موبق، ويمكن أن لا يكونوا قد اطلعوا على شركهم. ولذا بعضهم عبد الملائكة والملائكة لا ترضى بذلك، وبعضهم عبد عيسى وموسى وهم لا يرضون بذلك، وبعضهم عبد محمدا صلى الله عليه وسلم وهو لا يرضى بذلك. بالتالي إذا أتي بالمعبودين من دون الله تبرأوا من هذا الأمر، ولم يكن من شأنهم اعتراف به. قال: فزيلنا، أي فرقنا بينهم. حينئذ قال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، يعني يوم القيامة يأتي المعبودون فيجحدوا عبادة أولئك الأشخاص لهم، وبالتالي يقولون: كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، أي أن الله مطلع على أحوالنا وأحوالكم، مشاهد لها، وبالتالي سيجازي كل عامل بعمله. قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذه أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. ولذا قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ربكم حق وعبوديته حق، وبالتالي ليس لكم شيء يشهد لكم إلا هذا الخلق من خلق الله. ولذا قال: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، بمعنى أن هذه المعبودات من دون الله كانت تجهل ما يفعله أولئك الجهال من تقديم العبادات لهذا المعبود. فالمقصود أن الإنسان ينبغي به أن يتفكر فيما يعبده من دون الله، وهل هو متوافق مع العقل، ولم لا يعبد الله جل وعلا مباشرة. قال: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، إما أن المراد به تختبر نفسها، أو أنها رأت أنه مال قليل لا يكفي لجميع الحوائج. قال: هناك، في ذلك الموطن الذي تبرأوا فيه من الشرك، قال: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت،
أي يحضر لها وتشهد عليه، وبالتالي ردوا إلى الله مولاهم الحق ليحاسبهم على أعمالهم وينظر في طاعاتهم. قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي أن ما كانوا يكذبونه على الناس وينسبونه إلى الله فإنه حينئذ لا قيمة له وليس من القرآن في شيء. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة، فمن فوائد هذه الآيات تفضل الله على العباد بما سخره لهم من وسائل الكون. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الله جل وعلا قد يجعل الحوادث الكبيرة العظيمة على أسباب يسيرة سهلة. وفي هذه الآيات جواز ركوب السفن في البر والبحر، وفي الآيات جواز تمريض الإنسان لنفسه في أسفاره، وفي الآيات من الفوائد جواز ركوب السفن وأنه لا حرج في ذلك، وفي الآيات اختيار الأوقات المناسبة من أجل اختيار وقت ركوب الناس في البحر، وفي الآيات من الفوائد أيضا حرص الإنسان على توحيد الله في الرخاء كحرصه على توحيده في الشدة. وفي هذه الآيات أن مشركي العرب والزمان الأول كانوا إنما يوجهون العبادة لغير الله مع اعترافهم بالأركان الخمسة، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وفي هذه الآيات من الفوائد قدرة الله على تغيير ما في الكون، ففي لحظة واحدة قلب الله أحوال هذه الأرض ومن فيها. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بالمصائب الكونية والدنيوية، فإنه لم يسلم أحد من جميع المصائب الدنيوية. وفي هذه الآيات عمل الإنسان الأسباب التي تكون سبباً لسلامته من الكوارث والحوادث. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضاً أن كثيراً من الناس يعاهدون الله ثم لا يفون بهذا العهد، فيكون هذا من أسباب نزول العقوبات بهم. وفي هذه الآيات من الفوائد مشروعية دعاء الله ومشروعية إفراده بالدعاء بحيث لا يتوجه الدعاء لأحد سواه. وفي هذه الآيات الأمر بالإخلاص فيما يؤديه الإنسان من العبادات. وفي الآيات أن الله جل وعلا يؤاخذ العباد بغدرهم في العهود التي معه سبحانه وتعالى. وفي الآيات تحريم البغي في الأرض ووجوب أن يكون الإنسان عادلا في تصرفاته. وفي هذه الآيات استحباب شكر من كان له فضل أو إحسان عليك. وفي هذه الآيات توجه الخطاب الإلهي للناس من أجل أن يلتزموا بالتوحيد ويعملوا به. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من البغي وبيان حرمته وعدم جوازه. وفي الآيات من الفوائد أن غاية ما يستمتع به المعرض هو في الدنيا فقط، وإلا فالآخرة ليس له فيها
نصيب ولا خلاق. وفي هذه الآيات أن الناس يرجعون إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم. وفي الآيات أن الله يخاطب جميع الخلق في لحظة واحدة يقررهم على أعمالهم التي عملوها. وفي هذه الآيات تمثيل الحياة الدنيا بماء نازل من السماء، وفيه أن الماء النازل من السماء يكون فيه من الخاصية ما ليس لغيره. وفي هذه الآيات انتفاع الناس والبهائم والأنعام بما خلقه الله جل وعلا من أمور الدنيا. وفي الآيات جواز البناء وجواز أن يضعه الإنسان على أدوار عالية. وفي هذه الآيات عدم الاغترار، عدم اغترار الإنسان بفضل الله وإحسانه، وليعلم بأنه لا يأمن على نفسه من ورود المشاغل والمخاطر في اللحظة اليسيرة. وفي هذه الآيات من الفوائد التصدق على الناس خصوصا في مواطن الزحام. وفي هذه الآيات أن الأرض إذا نبت نباتها أصبحت على أعلى درجات الزينة. وفي هذه الآيات إثبات أن عقوبة الله تأتي للناس بغتة كأنهم وتزيل أملاكهم وأمورهم حتى يصبحوا حصيدا خامدا ويصبح ما لديهم من الضياع كأن لم تغن بالأمس وكأن المطر لم يأتي إليها. ثم قال كذلك على هذه الطريقة نفصل أي نوضح ونبين الآيات وهي الدلائل والبراهين على صدق هذا النبي. وحينئذ على الإنسان أن يدعو الله أن يكون من أهل الهداية، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. ثم بيّن أن الركون إلى الدنيا ليس هو مقصود الشريعة من الإنسان، بل إن الله خلق الخلق وهو سبحانه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ولذا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، يعني أن هذه الهداية على الاستحباب. قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي سياق الحديث عن الجنة ونعيمها قال تعالى للذين أحسنوا، يعني في عبادة الله بأن أخلصوا وإلى عباد الله بأن سعوا في تحقيق حوائجهم. قال للذين اجتنبوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالذين أحسنوا في عبادية الله فلم يعبدوا أحدا سواه ولم يكن منهم شرك، فهؤلاء سينجيهم الله جل وعلا. قال ولا يرهق وجوههم قتر، أي لا يغطيه ولا يغشى على وجوههم قتر، أي النوم الذي يرد إلى الإنسان وفي مبادئه، وكذا لا يكون على وجوههم ذلة لأنهم نجوا وأصبحوا فائزين وليس لهم من ماضي أمورهم ما يحزنهم، ولذا
فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم كالبدر. وقال أولئك، أي هذا الصنف، هم أصحاب الجنة، فإنهم سيبقون فيها خالدين، مما يشوق النفوس إلى أن تكون من أهل الجنان. وفي هذه الآيات فوائد كثيرة وأحكام جليلة، لعلنا إن شاء الله أن نترك الحديث عن بقية فوائد هذه الآيات للغد بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، وجعل الله العاقبة الحميدة لكم، كما نسأله أن يصلح ذراريكم وأن يبارك فيهم، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف ذات بينهم، واجعلهم متعاونين على البر والتقوى، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى، وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد، وأن يبارك فيهم ويجزيهم خير الجزاء. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم سد جوعتهم، وقم في حوائجهم، وكن معهم، واشف مرضاهم، وأوجد مأواهم، واكفهم شر عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.